فن قص الورق في الأعمال الفنية يذكرنا دائماً بمراحل الدراسة وحصة التربية الفنية بالتحديد، ولكن هذه المرة هنشوفها بأسلوب احترافي مع فنانة تمارس هذا النوع من الفنون مع الرسم والأعمال اليدوية. بدأت طبعاً كهواية بدون أي مقابل إلى أن وصلت إلى أجهزة القص الإلكتروني والكاميو. اعتبروها جولة فنية مع المبدعة نهى الحربي. أهلا وسهلا فيك نهى، منورتنا. الله يسلمك النور. بسم الله تبارك الله، أنا شايفة كل الإبداع الموجود معانا هنا في الاستوديو، متحمسة أعرف تفاصيل أكثر عنه. ولكن أول ما نقول قص ورق ما نقدر نستوعب إلا الصورة الذهنية العادية، فنبغى نعرف إيش المختلف اللي بتسويه في عملك نهى. أول شيء شكرا على الاستضافة، معكم نهى الحربي، خريجة جامعة أم القرى، أم الولدين وبنت. بدأت اهتماماتي بالورق، تعرفي البداية أي شيء مجرد أنه ورق يعني حنحتاج إلى مقص، فكان متعب ومجهد لنا المقص. بدأت تصميم الثيمات أعطتني مجال كبير بس مجهدة. الجهاز كان إضافة مرة جميلة في مشاريعي. فلو تلاحظي معي القص هذا اللي يعطيه الميزة، اللي هو ميزة احترافية زي الجاهز من المصانع، بس أنا بإبداعي بفكرتي أقدر أجسد أعمالي، مو أنتظر أروح أعملها مطبعة وعدد كبير، فأقدر أعملها نماذج صغيرة. المجالات مرة كثيرة، يعني هذه ميدالية نقدر نسوي مجالات مرة كثيرة. نفس الشيء هذه الأكريليك، مو بس هذا النموذج، أقدر أعمله على مقاسات أكبر وأكبر وأكبر، حتى لوحات استقبال كلها بهذا الجهاز. الجهاز يعطيني مساحة. بالضبط هذا اللي أنا أبغى أسألك عنه، أنه كيف اشتغلتي على هذه الأفكار وكيف أيضا تطور الموضوع معاك اليوم؟ بداية بدأت بالثيمات بحفل الولدي، كان أول ابتدائي. فأول ما عملت ثيم كامل لاحظت أنه في إقبال، الكل صار يطلب. تعرفوا دائما الجمهور لما يطلب أنت تبدأ هنا في طلب في عرض. فبدأت أعمل ثيمات من 2015، بدأت أنطلق في هذا الجهاز. اشتريت الجهاز وبدأت أشتغل عليه. في البداية كنت أعمل ملفات PDF أرسلها للزباين. شوية شوية صرنا نعمل شحن، وبعدين صرنا نوصل. يعني ما شاء الله تبارك الله ترى عليه دخل مرة حلو، مرة حلو، يعني أشجع عليه للكل. حلو. طب اليوم نبغى نعرف، يعني شايفة ما شاء الله تبارك الله منتجات كثيرة موجودة في مشروعك الواحد، فنبغى نعرف إيش المخرجات، وفي نفس الوقت كيف بتستفيدي من هذه الهواية اللي أتوقع أنها صارت احتراف بالنسبة لك؟ هو في الأول هو هواية، يعني حاجة لما أجلس أشتغل فيها أنسى نفسي فيها. خلاص حدد لي وقت، يعني هذا الشيء حطيته تحفة عندي في البيت، عبارة عن شمعات في الظلام حتشتغل معايا. يعني أنا أحب البيوت فأحب أعمل شيء لنفسي. لما أهدي لأحد هدية أعمل له، مثلا عندي مناسبة أعمل تغريسة عيد، هذه كانت عيد الماضي، عيدنا بهجة، كأنه أكريليك بس بالورق. كله فن الورق. عندي مناسبة مثلا في الخريف عملت لي هذه التغريسة. أي مناسبة تيجي فجأة على طول أعمل التصميم وأشتغل في الجهاز وأفرح بالإنجاز، لدرجة الحفلة لو كانت بسيطة مجرد الإضافة اللي أنا أضفتها بالورق أضافت ميزة أحلى. بس يعني ما شاء الله بنشوف في منتجات كثيرة، يعني مو بس كذا، حتى التيشيرتات الموجودة هنا كمان بتطبع على التيشيرتات، كمان بتسوي هذه التغريسات، والأكواب كمان بتطبع على الأكواب. فحلو أنك حتى يعني البوكس هذا بالجهاز، حتى البوكس بالجهاز، كل شيء بتسويه بالجهاز، كل شيء بتسويه. يعني عندك أفكار كثيرة وحاولتي أنك تبتكري وتشتغلي فيها كلها. مو بس كذا، انت اليوم بتقدمي دورات في هذا المجال، فايش بتعملي ومين هي الشريحه اللي بتجيك تاخذ منك الدورات، وايش نوع الدورات ايضا اللي بتقدميها؟ انا متخصصه في جهاز سيليوت كاميو. عملت مؤخرا موقع، عندي اكاديميه خاصه اقدم فيها دورات باقات مختلفه. عندي باقه بمتابعه بدون متابعه، انا افضل ان اخليها اختياري. عندي كل المحاور، أعطيهم فرصة أن يجربوا كل المحاور، كل شيء يختص فيه الجهاز يجربوه. تطلع من عند البنت متدربة صح، عشان تبدأ بعدين هي تختار إيش المجال اللي تختاره. يمكن تختار طباعة الملابس، يمكن تختار الأكواب، يمكن تختار الثيمات في المناسبات. جميل جدا. طيب الناس اللي بيشوفون اليوم يبغوا يعرفوا مثلا إيش الأدوات اللي ممكن تساعدهم في تنفيذ أفكار جميلة، أفكار فنية في نفس الوقت؟ هو أهم شيء الجهاز، متوفر عندنا في السعودية. يعني الجهاز هو اللي بيسوي، هو الجهاز. لا والله مو الجهاز لحاله، يعني هو الإنسان، الأفكار والتصاميم والإبداع والأعمال اليدوية، هو بالضبط يجسدها، هو كأن آلة. يعني أيوة. حتى يخرج إبداعك بالضبط. هو حتى الأوامر ما ينتج الأوامر إلا أنا
اعطيته الاوامر بالضبط حيعمل لي القص يعني بالضبط. اذا انا اعطيته الاعدادات مكمل ولكن انت الاساس أكيد. ايوه لانه كنا نقص باليد فهذا بديل جدا يعني عن الجهاز يعني ياما تحفرت اليد من هنا فهذا خلاص بديل يعني اشوف اليد الثانيه مساعد مصنع صغير مصنع صغير عندي في البيت. طب ايش رايك نشوف تجربه حيه كذا عشان نعيش معاك التجربه؟ تمام حنختار ورق. طب اختاري انت نوع الورق. انا اعطيني اختار. حنسوي بوكس. بوكس حلو هذا الابيض ايش رايك هذا يلا هذا حتى هذا حلو انت ايش رايك؟ خلاص انت اخترتي هذا. اوكي هذه اسمها حصيره او مات حثبت عليه الورقه. اي المقاس هو محدد هو 12 انش في مقاس ثاني اكبر 60 سنتي هو 24 انش. طب وين كيف حيقص يعني اعطيتيه الاوامر لا ولا لسه اول شيء اثبت الورق. اوكي بعدين على البرنامج واختار الديزاين في مساحه ديزاين تصميم ما شاء الله. في قوالب مجانيه تنزل اسبوعيا او اني اشتري من المتجر او ان انا اصمم التصميم نفسه. يعني هذا الجهاز مرتبط ببرنامج ببرنامج أيوة. تنزليه في الابل او الاندرويد اي بس ما هو شامل يعني هنا محدد بس في الكمبيوتر يكون افضل لانه نفس واجهه برنامج الفوتوشوب مساحته اكبر ابداعيه ما شاء الله. مثلا الحين انا اخترت تصميم ورينا التصميم خلينا نشوفه ايش اللي اخترتيه. اختار هذا البوكس. اي جميل هختار بس اتصال الانترنت بالبلوتوث فهو كذا يعطيك الارشادات بالكامل يعني هو قاعد ايوه يعطيني الارشادات انه ثبت المات هو قاعد يحمل دحين يبدا حيقص. جميله صراحه يا الله زمان اتذكر فعلا كنا نقعد نقص ونشيل ونحدد بيدنا الشكل اللي نبيه بعدين القص يطلع شيء. مرتب هذا البيت له قصه عندي كنت عاملته انا عندي نماذج في المكتب جاء الوالد وشافه على طول اخذه وحطه ميداليه في السياره يعني ما شاء الله. هي شيء بسيط بس حاجه حلوه تكون حاجه لك انت عملتها بنفسك بالضبط وتهدين لها يعني انا انسانه اقدر الاعمال اليدويه اللي تصنع بحب ليش؟ لأنها بتاخذ منك وقت وبتصنعيها بنفسك بتكوني فخورة فيها وبإنجازك حتى هديتك تكون مميزة بالضبط حتى الهدية بتكون مميزة يعني ما لها غير. أنا أشكرك صراحة على هذا التيشيرت اللي جبتي لي إياه اليوم إن شاء الله بكرة رح نلبسه إن شاء الله كلنا فشكرا مرة حبيته وأنا أحب اللون الأسود كيف عرفتي؟ ما أدري شفت اللون المتناسق هذا حتى الملابس الرياضية يعني تقدر تسويها لأطفالك أنت تتميزي فيه وفي نفس الوقت عن طريق الجهاز ايوه كانه اي كأنه عن طريق الجهاز عن طريق نفس الشيء شوفي كيف ينسجم مع القماش حتى مو واضح والله حبيت صراحه شكلي باخذ لي مثل هذا الجهاز عندي في البيت الحين خلاص خلص انقص اي بس ما اخترت الاعدادات الصح شايفه كيف اي جاء خفيف القص اوكي ما كان دي بي تجربه عادي يعني ممكن نعيد نوع الورق هو بس اللي يختلف معي. ميزة الجهاز هذا دحين لأنه هو آخر واحد فور في السرعة تكون أعلى فنسويها دحين بالسرعة إن شاء حتى لونه حلو كيوت يعني أحسه بينك وحلو وأنتي مو بس كذا أيضا ألفتي كتاب للتعامل مع جهاز القص الكاميو هذا الجهاز بالتحديد فأشرحي لنا أكثر عنه. عملت كتيب إنه كتعريف كتعريف على الجهاز كيف حيتعاملوا معه في البداية كيف يتعرفوا على الأدوات ترجمتها لأنه هو بالإنجليزي فترجمت الواجهة بالعربي الأدوات يعطيك ألف عافية كيف والله. يستخدموها وعملت لهم لأنه أكثر أسئلة توصلني عنه كيف زي الآن الإعداد إيش الإعداد المناسب لهذا الورق فعملت لهم جدول كامل تجارب الخاصة لأن هي مين موجودة أصلا فكنت أجرب كل أنواع الورق الموجود عندي حواليا فكل ورقة أحط عينة وأسجل يعني ما شاء الله تبارك الله ما تفردتي بهذا التخصص أو هذا الاحتراف لنفسك كمان نشرت المعرفة والعلم وكل الناس اللي حابة تستفيد من هذا المنتج أو من هذا الجهاز أنها تشتغل وتبدع فيه يعطيك ألف عافية على هذه الروح الجميلة الموجودة فيك وإن شاء الله بإذن الله ربنا بيرزقك أضعاف ما تتمنين لغيرك ولكن شدني أيضا اهتمامك بصناعة المحتوى وعندك منصة استشارات تقدمينها أيضا للمهتمين بهذا الموضوع ولكن صناعة المحتوى بأي اتجاه؟ هي تعتمد أول شيء على أسئلة المتابعين الأسئلة اللي يطرحوها عليها هي اللي تعطيني دافع أني أكتب لهم محتوى يعني لين الآن يسألوا أي أفضل جهاز كمان يعني حتى لو هو الموجود آخر جهاز في السوق إيش أفضل جهاز الأسئلة المتكررة تخليك تنزلي المحتوى
فأنا أنصحهم دائما تأخذ الجهاز الجديد أحدث شيء مع طابعة حسب الميزانية وتنطلق إما بجوال أو بلابتوب، مو لازم إمكانيات مرة كبيرة وكل شيء غالي، لأن في الأخير يمكن ما تستمر ويمكن تستمر، فتبدأ باللي تقدر عليه وتجرب تجرب عادي. أنا أتمنى إنه يكون عندنا في أماكن تكون في أماكن للتجربة عشان الناس تجرب قبل ما تشتري. إن شاء الله بإذن الله، ونحن نتمنى لك كل التوفيق. نهى شرفتينا ونورتينا اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا هلا. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا اليوم من ساعة شباب، نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. أقول لكم فمان الله.